كوادر وآليات أمانة عمان الكبرى أنجزت شارع الرسالة بعد فترة زمنية من انطلاق العمل به. شارع الرسالة يعد من المشاريع الحيوية التي ستسهم بتخفيف الضغط المروري على الدوار الثامن، فضلا عن تنمية المنطقة المحيطة به تنظيميا واجتماعيا. إنجاز شارع الرسالة الرابط بين شارعي الشعب ووادي السير بعرض يبلغ 30 مترا وبطول 2000 متر، ويتكون من 6 مسارب مفصولة بجزيرة وسطية، ساهم بشكل كبير بتسهيل الحركة المرورية من منطقة وادي السير إلى شارع الملك عبد الله الثاني، وبالتخفيف من الأزمات المرورية الخانقة في المنطقة بشكل عام. الشارع أنجزت به كامل أعمال البنية التحتية إلى جانب الأعمال التكميلية من الزراعة والإنارة، ولقي استحساناً كبيراً من قبل مستخدميه، إذ نفذ بجهود ذاتية من قبل كوادر وآليات أمانة عمان الكبرى كبديل عن شارع وادي السير الرئيسي. كما أنجزت شبكة تصريف مياه الأمطار في مسعى لاستيعاب كميات الأمطار المتوقع هطولها خلال المواسم الشتوية المقبلة. لبرنامج بعد الخبر ريف برهومة، المملكة. خفف أزمة كثير ما شاء الله. أنا عندي هي محل الوردات للديكور هون، أعطانا أزمة يعني نطلع ونتحرك براحتنا أحسن من ما نطلع من أزمة البيادر. الشارع كويس، خفف أزمة وخفف يعني على إشارة البيادر، بس في النزول هذا ناقص مطبات، لأنه يعني قبل برمضان صار فيه حادث، نزلت سيارة وراح بريكها ما سيطر، ضرب في الجزيرة حتى الإقزاز تبعها دخل في البيوت جوا. والله ما شاء الله يعني خفف أزمة بالبيادر كثير، بس هي المشكلة الوحيدة أزمة دوار الشعب، يعني هذا لو يلقوا لها حل تطلع الأمور إن شاء الله 100%. شارع الرسالة تقريبا يعني الأشياء اللي عملوا فيها جديدة عملت اختصار للأزمة، وصراحة صارت السيارات يعني بتمشي بأريحية، ما في ازدحام، فكل الشكر للي قاموا على المساهمة بهذا الشارع الجميل. أنا ساكن هون، أقسم بالله أن الشارع خدم المدينة وخدم عمان كاملة، كل واحد بيجي بيسأل عنه، ونشكر الأمانة وكل فاد بالأمانة عشان يسووا الشارع، وبصراحة مختصر الطرق كثير وبخفف الأزمة، وإن شاء الله يسووا شوارع زي هيك إن شاء الله. انضم إلينا السيد هاني المرشدة رئيس قسم الأرصفة في مديريات الطرق في أمانة عمان الكبرى. مساء الخير وأهلا بك معنا سيد هاني. مساء النور ستي. أهلا فيك. يعني مبارك هذا الإنجاز، ويعني نشكر الله أنه انتهى على خير، ويعني فتح هذه الأفاق لدى المواطنين، وبالتأكيد سيخفف الأزمات. نتحدث عن استراتيجية هذا الطريق وكيف سيؤثر على مسار الحركة المرورية. نعم ستي، بالبداية احنا دائما بأمانة عمان نسعى الى ان تقديم خدمة متوازية للمواطن، المواطن العماني اللي هو احنا يعني العمل دائما ننجزه لاجله. فشارع الرسالة هو من المحاور الأساسية والخطة الاستراتيجية اللي كانت ضمن مشاريع أمانة عمان في المرحلة السابقة للخطة الاستراتيجية الأولى، واللي انتهت في نهاية العام اللي فات، وكنا في بداية العام افتتحنا هذا المشروع، واللي هو يعني كان الحل النموذجي بأن يكون تخفيف الأزمة المرورية عن شارع من جهة الدوار الثامن، كان المدخل الرئيسي لوادي السير، وهذا أصبح الآن من الجهة الشمالية لمنطقة وادي السير مباشرة للمنطقة، ويخفف كان الضغط المروري وتوفير الوقت كما يعني أسلفنا أو شاهدنا بالتقرير. هذا يعني المحور كان يعني لابد من أن تنفيذ هيك مشاريع ضمن الخطط المدروسة، واللي تمكننا بأن يكون إحنا يعني أساس الخدمة دائما للمواطن بتوفير المناسب، لأنه إحنا دائما نركز حتى في مثل هذا الشارع واللي هو إحنا بطول تقريبا 2 كيلو و200 متر، تفصل جزيرة وسطية مهيئة بالبنية التحتية كاملة من تصريف مياه أمطار، حتى شركائنا في شركة مياه هنا كمان جهزوا البنية التحتية كاملة مع إنارة بثلاث مسارب بكل اتجاه. نهضة كانت لنا بأن يكون نقدم هذا الشيء وأنه ننجزه ضمن وقت كان يعني ظروف اللي هي حتى مرحلة الكورونا اللي كانت. كم نوع كلف هذا الطريق؟ هو يعني تفاوتت ما بين احنا طرح
عطاءات وما بين التنفيذ ذاته. كان هناك البدء بالتنفيذ هذا المشروع كان عن طريق تجهيز البنية التحتية عن طريق عطاءات للعبارات الصندوقية وتصريف مياه الأمطار، ومن ثم طبعا شركائنا مياه هنا قدموا كمان أيضا، ومن ثم بعدها بدأت أجهزة أمانة عمان مختصة بدوائر التنفيذ بآلياتنا نفذنا هذه الجزئية من فتوحات من قطع من طم إلى وصول إلى طبقة الطريق، بعدها حتى طبقة الخلطة الأسفلتية كانت من ضمن خلطات الأمانة الموجودة لدينا. أما بخصوص الإنارة والجزيرة الوسطية كان أيضا هنا مرحلة عطاءات طرحنا فيها حتى وصولا إلى الدوار كمان كاملا هذه يعني طرحتها. فكان في التفاوت ما بين أنه إحنا نطرح عطاءات وما بين جهد ذاتي يعني من كوادر أمانة عمان. طيب أهمية هذا الطريق استراتيجيا والمناطق التي يصل بها وصولا إلى الدوار الثامن؟ الأساسي هو يربط ما بين احنا نحكي عن دوار الشعب الى منطقه منتصف او خلينا نقول منطقه البلد لوادي السير، هو اتجاه معاكس للدوار الثامن. الدوار الثامن هو مسافه كانت احنا اذا طرقنا على موضوع الاتجاهات من جهه الشمال قدوما من منطقه صويلح باتجاه دوار الشعب، كان في البداية الأمر كان الذهاب إلى منطقة الدوار الثامن ومن ثم الاتجاه إلى وادي السير أو عن طريق شارع، طبعا مرورا بالأزمة التجارية احنا نحكي عن كمان شارع منطقة حيوية جدا، فكانت يعني نوعا ما بين الأسواق التجارية وما بين الحركة المرورية كان هناك كثافة مرورية عالية أزمة، لكن هنا اختصرنا ضمن مسار المجرى، هي منطقة سكنية لا يوجد فيها وما زالت حية، يعني هناك جزء بسيط منها الكثافة السكنية بالقرب منها لكن ما هو واصل إلى منطقة البلد هناك منطقة خالية، يعني هي محاطة بأشجار ومنطقة قادمة إن شاء الله يعني راح تكون حيوية جدا إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. طيب قسم الأرصفة في مديرية الطرق في أمانة عمان، نعم، أكيد لديه الكثير من المشاريع الاستراتيجية على يعني يمكن بعد الطريق وشارع الرسالة، ولكن كثير في أماكن حيوية تشبه هذا الوضع. أين تعمل الآن قسم أو أين يعمل تحديدا قسم الأرصفة في مديرية الطرق في أمانة عمان؟ شو المشاريع اللي عم نشتغل عليها الآن؟ ستي احنا المشاريع اللي نشتغل متوازية ما بين خطين، ما بين التأهيل القديم وإعادة ترميمه حتى يكون مناسب لاستخدامه من قبل المشاة ولنفاذية المشاة حتى يكون هناك في استمرارية بالمشاة، لأنه هاي نحن في معاناة بها من هذا الطرف بسوء الاعتداءات على الأرصفة. وهناك محور آخر اللي هو محور تطوير الأحياء النموذجية اللي احنا انطلقنا بها من قرابة الثلاث سنين، تأهيل كامل الأحياء. كان هناك عندنا نموذج في شارع خالد بن الوليد في منطقة جبل الحسين، كان في عندنا شارع الخالدي، كان هناك منطقة البلد شارع الأمير فيصل ساحة فيصل، هاي النموذج مستمرين فيها حتى أننا الآن يعني في صدد تطوير هذه المواضيع للأسف بأن تكون مواكبة للتطورات ومواكبة للحديث اللي إحنا نتحدث عنه في أمانة عمان المدينة الذكية وكثافة السكانية، بأن يكون هناك كمان هناك في أرصفة تكون ذكية حتى أنه تكون في تطور في موضوع الشوارع النموذجية اللي تكون. طبعا عدا عن إضافة كمان هناك كان في إحنا استغلال لفرصة تأهيل مشاريع البنية التحتية للباص السريع ومساراتها، فكنا بنبرز بتطوير هذه الأرصفة هو كمشروع كامل متكامل لتهيئته كامل. الآن خطة مستقبلية تم كمان تتماشى مع الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان المنطلقة راح تكون أيضا مثبتة بالمشاريع الاستراتيجية اللي راح تنفذ سواء خلال مشاريع النقل ولا ومسارات الباص أو من خلال المشاريع اللي راح تكون يعني تخدم مدننا أو تخدم أحيائنا الداخلية بإنشاء طرق حديثة أو طرق جديدة تنفيذها. فإحنا هذا كله بصدد كله موجود ضمن خطتنا ومن ضمن الخطط الاستراتيجية المنبثقة من 22 ل 26 إن شاء الله. ففي تطور دائما مستمر بخطين متوازيين زي ما أسلفت بموضوع التأهيل حتى القديم، هناك تطوير له مباشرة إن شاء الله. طيب شو في مشروع عم بيتم العمل عليه حاليا يخدم ويلبي احتياجات التخلص من الكثافة المرورية والأزمات المرورية
بما يشبه شارع الرسالة؟ على بما يشبه شارع الرسالة احنا يعني صراحة انا يمكن عم باجي كثير على بما يشبه شارع الرسالة لانه نموذج. على شارع الرسالة هو بالنموذج وما زال شارع النداء للرسالة احنا نعتبره يعني هي جزئية لانه كأرصفة غير منفذة في مراحل لانه لا يوجد كثافة سكانية على جانبي الطرقها، لكن كمشاريع احنا مشابهة راح يكون في تطوير لها. احنا ملاحقة زي ما اسلفت في موضوع البنية التحتية لمشروع الباص السريع الآن في إعداد الخطة النقل للمرحلة الثانية، المرحلة الأولى الآن يتم تنفيذها وما بين المحاور طبعا في نهاياتها وراح يكون الافتتاح قريبا المحاور. عندنا خطة في كمان في المشروع شارع الغباوي، تأهيل شارع الغباوي اللي راح يكون كمان نموذج، هو انهينا مراحل التصميمية والآن بدأت المراحل التنفيذية مواكبة مع يعني الخطة الاستراتيجية. فقط المكب ولكن لا يخدم أيضا مرتدي الطريق. احنا لا تنسي انه هناك احنا في عندنا نقلة نوعية من المشاريع الاستراتيجية راح تنفذ في مناطق شرق عمان وهي ضمن المخطط الشمولي اللي يعني ساعدنا في تأهيله لأنه لا يوجد كثافة سكانية، فساعدنا في محور التصميم ومحور العمل يمكن بحريه اكبر. نعم هذا الاساس انه ان شاء الله راح يكون هو المرحله القادمه في شوارع راح تكون في النموذجيه ضمن المناطق في منطقه، وهي كمان زي كما اسلفت مناطق شرق عمان راح تكون في شارع النصر شارع الرحاب راح يكون هذا كمان نموذج. نعم. موازي وهو تقريبا نفس طول شارع الرساله. بدي اشكر وجودك معنا سيد هاني المراجد رئيس قسم الارصفه في مديريه الطرق في امانه عمان الكبرى، سعدنا جدا بوجودك معنا، يعطيكم العافيه. شكرا لك. شكرا ستي لك.